في أحد الكهوف في سيبيريا اكتشفت عظام كائن غريب لا أحد يعرف من هو، ويبدو أنه عاش منذ آلاف السنين، لكن العلماء سعوا جاهدين لمعرفة من هو هذا الكائن ولماذا وجدت بقاياه في ذلك الكهف. لتظهر المفاجأة التي أذهلت الجميع، إنها ديني، كائن عاش من العصر البدائي وكان خليطاً بين نوعين مختلفين من البشر تواجدوا في ذلك العصر. فما حكاية ديني؟ وما الذي اكتشفوه عنها من أسرار؟ في عام 2018 اكتشف العلماء في كهف يسمى كهف دينيسوف في جبال ألتاي في سيبيريا بقايا لهياكل غريبة كان من بينها أسنان وعظام، وأخذ العلماء يبحثون عنها وعن أصل تلك العظام لعلهم يكتشفون المزيد من الأسرار عنها. وبجانب تلك العظام والأسنان تم اكتشاف حفريات قليلة في ذلك الموقع كانت تخص الإنسان البدائي، إلى جانب بعض عينات تتعلق بالحياة البدائية التي كانت موجودة في ذلك الوقت. وحاول العلماء معرفة من هو صاحب تلك العظام، وذلك من خلال تحليل المادة الوراثية لها، والذي بدا واضحاً أنها تعود للإنسان البدائي، واتضح أنها تحديداً تعود لفتاة صغيرة. فكشف تسلسل الحمض النووي في تلك العظام أمراً مدهشاً، فتلك الفتاة كانت نتاج نوعين مختلفين من البشر، وهو ما وضع العلماء في حالة ذهول، فكانت والدتها من نوع إنسان نياندرتال، وكان والدها من نوع دينيسوفان، وأطلق عليها الباحثون اسم ديني لتميزها، واتضح أنه منذ أكثر من 90,000 عام، كانت هذه الفتاة شابة بشرية هجينة، ويبدو أنها كانت الشخص الوحيد المعروف الذي كان والداه من جنسين بشريين مختلفين عن بعضهما البعض. واتضح أن ديني كانت تعيش مع العديد من أناس النياندرتال والدينيسوفان في الكهف، ذلك قبل رحيلها، ومن الواضح أنها رحلت بشكل مأساوي في سن مبكرة. وهذان النوعان كان لإنسان عاش في العصر البدائي الأول، حيث يعتقد أن إنسان نياندرتال ودينيسوفان وهما فئتان من البشر الأوائل انفصلا عن بعضهما البعض، ذلك منذ يقرب من 390,000 عام، وهما مجموعات منقرضة من أشباه البشر انقرضت بعد العصر البدائي. ووفقا للدراسات فإن التزاوج بين إنسان نياندرتال ودينيسوفان كان شائعاً في ذلك الوقت. كشفت الدراسات والأبحاث حول ديني أن أمها من النياندرتال، وأن جيناتها لها علاقة خاصة بالنياندرتال الذين كانوا يعيشون في كرواتيا، وهذا يشير إلى أن أسلاف والدتها كانوا جزءاً من مجموعة قامت بالهجرة من أوروبا إلى دينيسوف، ويبدو أنها التقت هي ووالد ديني عند الحدود. وتمكن العلماء عن طريق البرامج الحديثة من إعادة بناء شكل وجه ديني لتقديم صورة لأقرب شكل كانت عليه، وقد استطاع الناس رؤية ما كان قد يبدو عليه إنسان دينيسوفان.